يكون لهذا المشاكل. أرجو كلنا نتجه اتجاه واحد لحل مشكلته. المشكلة دي أنا داري دولوها والتدين ما لمصلحتنا، لأن نحن أصلا ما مختلفين. أنا أصلا ما مختلفين. حل مشكلتنا، المشكلة دي أنا داري دولوها والتدين ما لمصلحتنا، لأن نحن أصلا ما مختلفين. أنا أصلا ما مختلفين. نحن يا جماعة الثورة المجيدة دي نحن شركاء حقيقيين فيها. الشباب الجبال غير عمر البشير نحن شريكين معهم شراكة حقيقية. وإخواننا نفس الكلام اللي هم بيقولوا حكومة تكنوقراط، نحن جاهزين لحكومة تكنوقراط. الناس اللي جابوهم الرؤى بتاعت الأحزاب السياسية والشباب أجابوهم قالوا فلان مثلا حمدوك دكتور مضوي ما عارف منو اللي اتفق عليه الشعب الثاني، احنا كمجلس موافقين. اي زول اختار من هذا احنا بنوافق طوالي موافقين. التكنوقراط احنا موافقين. طيب الخلاف في شنو يا جماعه؟ عشان نبقى واضحين، زول دارس ان له قوانين مجلس تشريعي غير منتخب استأصلنا كلنا، ده الخلاف. عشان نبقى واضحين ما نقولش نفسنا مع بعض، نحن الآن مشكلتنا المجلس التشريعي الغير منتخب. يا اخواننا انا ممكن اسلم روحي لحكومة منتخبة من الشعب السوداني اللي يرمي القوات المسلحة والدعم السريع والأمن وشرطة البحر الأحمر، ما يرمين في النيل الأبيض، النيل نشرب منه ويرمينا احنا في البحر الأحمر. موافقين. والله العظيم الظلم الحقيقي، ولكن للأسف الشديد ما عندنا إعلام. الظلم الحقيقي المظلوم المجلس العسكري. أبشر بالخير، أبشر أبشر. طيب نحن نواصل في الكلمة. زي ما قلنا ما مختلفين، ده الخلاف يا اخواننا، ده الخلاف. ثاني ما عندنا خلاف. والله المجلس جاهز يسلم اليوم يا اخواننا. العالم ده كله فيه الحكومة معروفهم رئيس الوزراء. العالم ده كله رئيس الوزراء. الجديد شنو في السودان؟ انه المجلس السيادي هو الحكومة. مجلس الوزراء جاهزين نسلموا الليله قبل بكره، الليله دي قبل بكره. لكن يشمل الطيف السوداني كله. طيب نحن يا اخواننا الان من القاعده، والله ما ضد ذول ولا ضد حزب ولا ضد انسان، فقط دايرين ضمان البلد دي. بس البلد دي اللي يضمن لها تستمر تكون في انتخابات، ياسس الانتخابات حره ونزيهه، ما انتخابات تاعت صندوق في صندوق، صندوق قيروب جيبوا صندوق، صندوق كبوا في صندوق. احنا دايرين نصدق. دايرين
مطالب الصادقين بالسودان. الشعب السوداني يعمل انتخابات حرة ونزيهة، ما عندنا مانع. تجي مراقبة دولية، ما عندنا مانع. محلية الاتحاد الأفريقي، ما عندنا مانع. لكن يا أخواننا الحكاية تكون بالتراضي فقط. دارين التراضي احنا يا جماعة، دارين الشباب، شباب الجبال غيروا الثورة، شباب الصادقين المتعلمين، شباب وشابات ومهندسين وأطباء وكفاءات سودانية يظهروا. وأيضا أساتذة الجامعات عليهم مسؤولية، والأحزاب العريقة ما نقول فلان، كل الأحزاب العريقة، التاريخ لن يرحمهم، لازم يظهروا ويتحملوا مسؤوليتهم. كل الأحزاب، نحن يا جماعة أبوابنا مفتوحة، وما عندنا بروتوكول الآن بنمشي لأي زول في محله. نحن يا أخواننا الشد دايرينه والخايفين منه، وإن شاء الله ما يحصل يا رب. الناس كلها تدعي، نحن ما دايرين نصل اللي ما وصلوا الآخرين. لعند الآن الحمد لله والشكر لله الأمن يعني مسيطر عليه تماما. الآن في تغيير حتى في زبل المعيشة، الآن الوضع مستغير تماما. احنا دايرين كل الناس، ما بنقول جهة، كل الناس نقعد نتفق، ما نقصي حد، نقعد نصل لنتيجة مرضية ترضينا جميعا. ما في ذول انفرد براي وبراء ولا المجلس العسكري ولا الآخرين، كلنا نمشي بالسودان ده، نقعد نتفق في القاعدة. المجلس قبل قلنا المجلس يا اخواننا، كان دايرين مجلس بمثل الشعب السوداني، نجيبه من الولايات، نجيبه من المحليات. لا، كلام زي ذول برضه ما في. اذا كده في مشكله. احنا يا جماعه خايفين لروحنا، خايفين للشعب السوداني ده، خايفين للبلد. البلد بطريقه تتمزق. فيا جماعه الحكايه دي مش في ذمتنا نحن، برانا في ذمتكم انتوا القاعدين دول كلكم. اي زول يتحمل مسؤوليته واي ويل. انا الجمع ده، أنا احنا ما دايرين الجمعة حقت يوم وفورة برمو والناس فورة لبن والناس يفروا. لا، دي القيادات، دي الأعيان طوالي تبدو لنا لجان من لحظتكم دي، لجان في ولاياتكم السبعة اللي الآن جمعتوا فيها. لجان طوالي وتبدأ شغلها طوالي مع أخوانهم اللي قدامهم، عشان نقدر ما يقول احنا منفردين بالرأي ولا نحن ما بنقبل الشورى. الآن فاكين فينا دعايات كثيرة جدا، ونحن ما عندنا بها أي علاقة. احنا خوفنا كله، خايفين البلد يكون فيها فوضى، وفي ناس ساعين البلد يكون فيها فوضى، بس خايفين من دي، تاني ما خايفين من أي حاجة، والله لا خايفين لا طمعانين. فنحن أول حاجة بنشكر لكم وجودكم، بنشكر لكم جيتكم دي، وبنشكر لكم مبادرتكم، وبنشكر لإخواننا أيضا الإعلاميين العيون الساهرة ليل ونهار. أن إحنا يا جماعة دايرين نلحق بلدنا، والحمد لله عند الآن في استقرار تام. لكن عندنا إشكالية حقيقية، الإشكالية دي لازم نشارك فوق كلنا. الآن نحن جبنا كل الإدارة الأهلية في السودان، نظار وشراتي وملوك ومكوك وأمراء الآن موجودين، أخواننا والسلاطين الآن موجودين في الخرطوم، عشان نقدر نحملهم المسؤولية. تحملوا المسؤولية معانا، ما نتحملها برانا. نحن يا اخواننا الشد دايرين منكم. الان تشكل اللجان طوالي في ولاياتكم، وتبدو لنا في الحل طوالي
على المبادرات اللي قدامكم تكملوا فيها ونبدا الحل سريع. البلد ما بتتحمل يا اخواننا، البلد ما بتتحمل فراغ اكثر من اليوم من 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 الان ما بتتحمل. عشان كده لازم يكون في حل عاجل، لازم يكون في حل عاجل. ونبشركم والله بالنسبه لفضل الاعتصام، والله ما 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 ما, ما نخذلكم ولا نخذل أسر الشهداء، والله ولو على أنفسنا. والله اللي ارتكب أي غلط، ارتكب أي تجاوز، ارتكب أي مؤامرة، بإذن الله ما طالع نحن كلامنا دلو صادقين وما عندنا وراه شيء وما عندنا خيانة وكلامنا ده ما كذب، احنا بنقول ربنا بينصرنا. ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. بإذن الله كلنا نحن الآن شغالين بيدينا وبرجلينا عشان نوصل الزول العمل فينا العملية دي لحبل المشنقة بإذن الله وبالقانون. نحن الواحد والله شاكر لكم ومقدر لكم، مقدر مجهودكم وجيدكم وصبركم، وبنقول لكم من أول مرة فرد أقول تحيات السيد رئيس المجلس العسكري، وبنقول لكم تحيات المجلس العسكري. والسيد الرئيس الآن لو ما معه اجتماعات مهمة واجتماعات من برا السودان كان جمعانا للاجتماع ده، لأنه بالنسبة له مهم جدا. فأبشروا بالخير. نحن يا إخواننا قبيل وقد مستمرين.